مساء الخير. أستهل حديثي بتقديم الشكر والعرفان إلى شرفاء هذا الوطن من النساء، من الشهيدات ومن المعتقلات ومن أمهات الشهداء والمعتقلين. فقد عرفت المرأة البحرينية بثقافتها وصبرها ونضالها في انتزاع حريتها وبناء غد مشرق جنبا إلى جنب مع الرجل البحريني، ملبية نداء الشرف الوطني في دورها في معترك الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مرحلة دقيقة من مراحل هذا الوطن تشمل التحولات والثورات الشعبية المطالبة بالديمقراطية والحرية والعدالة التي يناشدها الجميع. ولقد خاضت المرأة البحرينية مخاض هذه التغيرات، فشاركت مع الرجل ثورة البحرين ولعبت دورا هاما فيما يشهده الوطن من حراك سياسي مما جعلها عرضة للعنف. إلا أن الظروف السياسية التي حلت بالبلاد أفرزت بعض العوامل التي صعدت من وتيرة العنف ضد المرأة بشكل عام، وقفت عليها بمناسبة عملي كمحامية. فقد تلاحظ لي تعرض النساء إلى مواقف أعتبرها إساءة بالغة للمرأة البحرينية التي كان الأولى والأجدر بأن نأخذ بيدها على طريق المعاملة الراقية. وهنا أتحدث طبعا، يعني الحديث مشمول عن التعذيب والإكراه والاعتراف على والإكراه على الاعتراف الذي حصل للمرأة وللرجل، ولكنني سأشمل في حديثي مواضيع أخرى، لأنني أعتقد أن الجميع على علم بما حصل للمرأة من تعذيب وتنكيل، ولم يتم معاملتها كأنثى وإنما حصل لها كما حصل للرجل. عدم وقوف بعض النساء على الإجراءات القانونية جعلها عرضة للعنف، فإن تم القبض عليها من قبل رجال الشرطة فإن ذلك مخالف للقانون وعنف، يعتبر عنف ضد المرأة، إذ أن من المفترض أن يكون القبض على المرأة في جميع الحالات بمعرفة أنثى ويتم تفتيشها من قبل أنثى أيضا. طبعا لاحظنا الكثير من الاعتقالات منذ أيام السلامة الوطنية وحتى بعد ذلك، وكان يعني من ما نستذكره هو اعتقال النساء في مجمع السيتي سنتر. العدد كان كبير، فطبعا البعض تم اعتقاله من قبل الشرطة النسائية والبعض تم اعتقاله من قبل الرجال. والاعتقالات التي تحصل في نقاط التفتيش، جميع الاعتقالات التي حصلت في نقاط التفتيش تمت بواسطة رجال. وطبعا هذه يعني من أهم الأمور التي نقف عندها، وهي بداية الاعتقال وهي القبض. عدم إدراك المرأة لحقوقها التي صانها القانون أيضا جعلها فريسة للخوف أثناء التحقيق وأثناء مثولها أمام جهات التحقيق. فقد أعطى القانون الحق للمتهم والمتهمة أن يحضر معها محامي. أستذكر هنا قضية، يعني لا أستطيع أن أنسى ما حصل في هذا اليوم. في اليوم التالي للقبض على المعتقلات، معتقلات السيتي سنتر، كنت أنا وزميلة لي في النيابة العامة منذ الصباح الباكر ننتظر وصول المعتقلات. وطبعا الشرطة أوهمتنا بأن المعتقلات لا زالوا في مركز الشرطة وجلسنا بانتظارهم. أعتقد أننا جلسنا قرابة الساعتين، وبعد أن انتهت هاتين الساعتين
نزلوا المعتقلات تقريبا كانوا 40 معتقلة نزلوا من غرف التحقيق وتم التحقيق معهم بدون وجودنا. طبعا خلال هاي الساعتين احنا كنا تحت وكنا قاعدين ننتظرهم. عدم دراية المرأة بوجوب حضور محامي وخوفها في هذه الحالة جعلها يتم التحقيق معها بدون حضورنا. طبعا ذلك أدى إلى الاعتراف تحت الإكراه، ومن ثم تبتدي القضية، حيث أننا من بعد ذلك يبدأ دور المحامي في محاولة إقناع المحكمة في أن ذلك الاعتراف كان تحت وطأة الإكراه والتعذيب. طبعا عندما أتحدث عندما يبدأ دور المحامي يعني الشوط توا بادي، يعني ممكن أن احنا نستذكر قضية أخرى، الانتهاكات التي حصلت وهي أشد الانتهاكات التي تحصل أثناء الاعتقالات هي إيداع البحرينيات في التوقيف مع أصحاب السوابق والدعارة، مما يلحق بهم بالغ الضرر النفسي والمادي. طبعا الأولى أن يكون إيداع الموقوفين والمسجونين في أماكن مختلفة على حسب نوع وطبيعة الجريمة. ما حصل للعديد من المعتقلات في بأنهم وضعوا مع متهمات بالدعارة مصابين بالكبد الوبائي، واضطررنا إلى البدء في مشوار مطالبة نقلهم من هذه الزنازين إلى أخرى. وطبعا هنا يبتدئ العمل. طبعا في المقابل عندما نتحدث عن آلية محاسبة من قاموا بتلك الانتهاكات، جميع الآليات بطيئة وغير مجدية وتكاد تكون معدومة. أول قضية تم محاسبة من قام بتعذيبها هي قضية آيات القرمزي. فور الإفراج عنها ذهبنا إلى التحقيق فيما حصل معها. طبعا بدأنا التحقيق في وزارة الداخلية قبل أن يتم إنشاء وحدة التحقيق في النيابة العامة. جميع ما قالته آيات القرمزي كانت تذكر أكثر من شخص قاموا بتعذيبها، وكانت تذكر ذلك بالتفصيل الممل، صفحات صفحات من التحقيق وهي تشرح ما أصابها. وبعد ذلك يتم محاسبة واحدة فقط من اللاتي ذكرت أسماءهن، والقضية لا زالت منظورة أمام المحكمة ولم يتم قيدها ووصفها على أنها جناية تعذيب، وإنما اعتداء على سلامة جسم الغير. يعني أي واحد يضرب أي واحد حالها حال اللي عذب الموظف العام اللي عذب معتقل. القضية ما زالت أمام القضاء والحديث فيها يطول، ولكن في الأخير ما هي النتيجة؟ هي مجرد جنحة ممكن تأخذ فيها حتى أشهر. ما هو الحل في هذه الحالة؟ هذه كانت البداية. من بعدها طبعا تم إنشاء وحدة تحقيق في النيابة العامة وبدأنا في تقديم الشكاوي. بالنسبة لي لا توجد أي شكوى قمت بتقديمها وصلت إلى المحكمة. طبعا نتحدث منذ 2011 واحنا على مشارف نهاية 2013، يعني اعتقد الوقت الذي يطول والطلبات التي يتم طلبها كعرض المجني عليه على طبيب شرعي في هذا الوقت من بعد سنة ونص او سنتين، يعني واضح في ان
واضح ما هي النتيجة التي ستكون بعد ذلك. يعني أعتقد أن احنا كأننا قاعدين يعني لما نقول بالعام نأذن في خرابة. طبعا لما أتحدث عن هذه الانتهاكات التي حصلت للمعتقلين، خلنا نتحدث عن الانتهاكات التي حصلت في حق الشهداء. جميع الشهداء تم تقديم شكاوي ضد من قاموا بقتلهم، تمت محاسبة يعني نسبة بسيطة جدا لا تتجاوز حتى الربع. جميعهم حكموا أو أغلبهم بسبع سنوات. الشهيد هاني، قاتل الشهيد هاني كان سبع سنوات ووصل إلى ستة أشهر، وقاتل الشهيد مشيمع سبع سنوات ووصل إلى ثلاث سنوات. أين دور المحامي في ذلك؟ وأين دور المجتمع في ذلك؟ للأسف الشديد عندما يتم تقديم هذه الشكاوي يكون للمجني عليه مجرد الحق في التعويض ووجود المحامي كمدعي بالحق المدني. إذن انتهى دورنا، المتهم ممكن يروح إلى استئناف وتمييز وإحنا بس قاعدين نطالع، ما نقدر نسوي شيء. طبعا أنا هنا يعني أترك المجال طبعا في النهاية إلى المناقشات، إلى يعني إحنا حابين نسمع ما الذي نستطيع عمله تجاه ما نواجهه نحن من بطء هذه الإجراءات، ويعني أنا أسميها أنها معدومة في محاسبة هؤلاء. طبعا على هدي ما ذكرته، وأخيرا نناشد المشرع البحريني أن يتوقف طويلا عند حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، بألا تسقط جرائم العنف بمضي المدة. فالمرأة نصف المجتمع وأساسه، بل هي المجتمع بأكمله. وشكرا لكم.